لابونا انا زهق طفشت ملات منكم ومن روتينكم الممل هذا. كل يوم تنام تصحى استراحه بلايستيشن بخاري، تنام تصحى استراحه بلايستيشن بخاري. خلاص يا اخي جبتوا لي الطقق يا ابن الحلال. جيت ام مخنا انت، هاد لا يطق فيك عرق يا ابو. روق صرنا كخه يا بقيره. لا ما انتو كخه. يخسى عليك يا بابا صنفور، ما انتو كخه اكا وبقيه في الدكه. بس قصدي لما تيجوا عندنا جده عروس البحر الاحمر اكلكم سيفود، استكوزا، جمبري، محار، يعني اشكل لكم اكلات واكلكم الاكله الافريقيه الشهيره بما تسمى بالسيريه. ايه سلامات، بتذلنا بالسيريه حقك؟ ايوه بذلك، لانه اكله الاباء والاجداد العريقه. وبعدين بالله سالت نفسك يوم متى اخر مره عزمت انا على رز وغنم؟ يا اخي نفسي ادوق هذاك الماشي ولا ايش يسموه حقكم؟ الحاشي. جيب لي حاشي كده، نفسي اعرمش وكده، ابى اكل كده البعير كده انقض عليه وعجعد كده ويكون فوقه مكرونه كده. يا اخي زبطني يا اخي. هيا خذ لك مسكت معاه حاشي، من فين يجيب له؟ يا ابن الحلال اتركه فاضي الا حنا، علعل صوت التلفزيون. يا ابوي تعال شوف جواكم النايم هنا. ايش تبي انت؟ تعال شوف، تمام اقرب. خلنا نشوف جوه. اقرب. يلا يا عيال خلينا نتعشى، يلا لا يبرد العشاء. يلا يلا جايينك. اتفضل، جوهم يجيب الضحك زي جوكم. في العيون في العيون صار حبك في العيون، تعالوا خل عدو. وشي ميذا السبق؟ تفلح وجهه. حياكم الله يا سلام النشانيش. اليوم في زواج ساعد النشانيش، الله يوفقه ويبني بيته. وهذول الحضور سيكم بالخير. تنورونا. مرحبا بسلام النشانيش، انا ذا الحين في المطبخ وهذا عشانا. قعود ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. وهذا طباخنا علي ناجي. ها كيف الطبخ؟ مالك ان شاء الله لطبخ شعبي وحاشيكم زين، والعشاء بيصير ان شاء الله زين، والحاشي بيستوي براحته. مرحبا والله اللي مرحبا. هو ذا هو ذا. يهو يا ناس يا عالم، لو تعزوني خلينا نروح. نفسي اشوف الحاشي على الطبيعه. امنيتي بسيطه، اكل من الحاشي ولو لقمه واحده. خلونا نروح الزواج. الزواج وهو مهبول انت. روح الزواج ما نعرفهم، فوال هو. يا عامر الناس للناس، ودك في الصدور. خلونا نروح الزواج هذا يا اخي. ياهو نروح، يمكن اهل الزواج اهل كرم، ننبسط شويه. يا رجل ما ورانا شيء، خل نروح ننبسط. يا خلونا نروح وندق في الحاشي. مبروك يا ابو محسن. بارك الله فيك. والله يتمم لك بخير يا محسن. جزاك الله خير. نيابه عن ابوي وعن اخوياي اللي معي، جيناكم متعنيين من غلاكم ومعنا 20,000 ريال، طالبينكم ما تردونا. والنعم فيك وفي ابوك وفي اخوياك كلهم، وبيض الله وجهكم ما قصرتم. تفضلوا تفضلوا حياك. هذا ابو مخلد هو ربعه لفونا، الله يبيض وجيههم. خلكم معنا يا مشاهدين، نبي نغطي لكم الحفل كله. الدعوه رسميات، الله يستر لنا نجيب العيد يا عيال. قلت عامر كسر صوتك لا يسمعون. ترى قول لك لا ترتبك ولا تربكنا معك، خلينا نشوف طريقه كيف نقدر ندخل جوا. وش رايكم ندخل مع الشباك؟ وش الشباك انت بوجهك شايف لك طاوه؟ اصص شوف في مجموعه جايه من هناك، ايش رايكم نصف معاهم؟ وين نصف معهم؟ داخل ملعب انت. جينا نبارك لك يا ابو محسن على زواج ولدك، ومعنا 50,000 عنيه، ان كانها كثيره تستاهلونها وان كانها قليله كملها المحبه والاخوه اللي بيننا. سلامتكم هذه العنيه. بيض الله وجهكم، ما قصرتوا ما قصرتوا، حياكم الله. تفضلوا. ابوك العرس البطل 50,000، هالمعرس الحين بيسدد ديونه كلها. انا اقول يا عامر الانسحاب طيب، انا بديت ارتبك. والله والله من قنسل ماكل حاشي يعني ماكل حاشي. يا عيال انا ودي حضر الزواج ولد رفيقي، ودي حضره. يا ابوي انت عذرك معك، والرياجيل بيقدرونه. وثاني شيء يا ابوي وضعك الصحي ما يسمح. صحيح يا عم، انت تعبان وبحاجه الراحه. بالاذن يا عم. ما عليك يا ابوي، كلمهم وقدم اعتذارك. يا عيال انتم مبطين انا، ولكم سنين ما شفتوه. ابدا ابدا ما حنا بتاركينك. وذا على ابو محسن من الرياجيل اللي يقدرون، دق عليه وعلمه بوضعك وبيقدر. جينا نهنيكم يا النشانيش. ماكلنا شنوشي نشنوشي. يا صقر كبخ وصفق مريش. ما
على هلا تنوشي ولا نشك نشك نشك. يا الربع يتعذر منكم الشيخ عويد، اتصل ويقول انها ما يقدر يجي، جيت واعكة صحية ورقدوه في المستشفى، ادعوا له بالشفاء. نشنش. جينا نهنيكم يا النشانيش، ما كل نشنوشي نشنوشي، يا صقر كبخ وصفق بالريش، ما على هلا تنوشي. يا الربع الشيخ عويج اتصل ويعتذر، يقول انها خير يا شباب. سم لكم نص ساعة واقف المواقف، وش علمكم؟ حن عيال الشيخ عويج وجايين مبارك بالنيابة عن الوالد. يا مرحبا يا مرحبا، ببلغ عمي ابو محسن واجيكم، خلكم هنا. يا كذاب، بس والله زبطت المزابيد، شاكله فيها حاش الليلة. انتم اهجدوا ها، خلكم معي. يا مرحبا ترحيبة الروح بالروح، يا مرحبا باللي لفونا عزيزين. يا عم ابو محسن، عيال الشيخ عويج برا جايين نيابة عن ابوهم. يا هلا ومرحبا يا هلا، الشيخ عويج غالي وعياله بعد غاليين. يلا يا الربع، يلا يلا خلنا نستقبلهم. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا يا هلا، حياكم الله. حن عيال الشيخ عويج جايين مبارك ونشارك، ومعاناتكم 200,000 ريال من الوالد، الوالد طالبني احولها عليكم، تصلكم بكره او بعد بكره على حسب الدوامات، وان كانها كثيره فانتم تستاهلونها، وان كانها قليله فالغلا يدسمها. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم، وانتم وابوكم وعلمكم غانم. ابرك ساعة يا الربع، الله يحييكم. وقلطوا وقلطوا يا حبيبي، وقلطوا يا عيال يا هلا يا هلا ومرحبا يا هلا ومرحبا. انت سالم؟ الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، متغير يا ولد، خبرك من اول دب وعليك شنبات. انهاي الخبر؟ سويت تكميم وخف وزني ونحت الشنب، هذول اخواني طال عمرك. ما شاء الله، وهالملحان هذولي؟ الملحان ذولي اخواني من ابوي، يعني ابوي متزوج ثنتين. ما شاء الله، الله يوفقه ان شاء الله. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، حياكم الله، تفضلوا تفضلوا. اقول لك هذا سالم. الله الله، انا لي لزوم عند الرجال. شو لزومك يا ولد؟ شو لزومك يا ولد؟ الرجال ولد الشيخ عويج، راعي الفحل الطيب، راعي البعير ضرسان طال عمرك اللي قيمته 14 مليون، لو تشوف بناته ذهب ذهب انتاجه. اسمع، انا ودي امسك الرجال وهرجه، فرصه انه جاء عندي نياق زينه مشريها طال عمرك، وبكلم الرجال نبي نودي البل عنده عند البعير، يمكن الله سبحانه وتعالى يرزقنا منه بنتاج نبيع بناته بكره على ملايين. والله حتى انا وانا اخوك والله كان ودي اهرجه في موضوع مبطي. وانت بعد وش تبي منه؟ خبرت ناصر ولد عمي. ايه اعرف اعرف. الله يرحم حاله، عليه ايقاف خدمات وعليه ديون وحاله رديه. لا حول. ومتسلف من ولد الشيخ 70,000. 70,000 من سالم؟ الله الله، ودنا ان كان قدر ينزل منها، ولا عاد شكوى لله. لا والله الا هرجه، وهذا علم طيب ولك فيه اجر ان شاء الله.